صباح الخير كي جي وان. معنا اليوم حرف الحاء. هنفتح صفحة كتاب الوزارة صفحة 63. هنلاقي حرف الحاء آخر كلمة، حرف الحاء أول الكلمة. حاء حصان، حاء حصان. يلا ندور على تفاح حرف الحاء. حاء أول الكلمة، هنلونها. في تاني؟ ونلون تفاح حرف الحاء. شطورين يا كيزي. نشاط 2، استمع ولون. يلا نشوف الصورة الأولى فيها أصحاب من أصحاب حرف الحاء. بقرة، حمل، حمل. هنلون صورة الحمل، تبدأ بحرف الحاء. الصورة الثانية حربة، حربة. شجرة، هنلون ايه؟ شجرة حربة. شطورين يا كيزي. الصورة الثالثة صورة سمكة، حوت. سمكة، حوت. هنلون صورة الحوت، كلمة حوت من أصحاب حرف الحاء. نشاط 3، انطق اختر لون. حرف الحاء عليه فتحة صوته حاء، حاء. حاء حمار، حاء حبل. هنلون ايه؟ حمار ولا حبل؟ حبل. برافو يا كيزي. حرف الحاء تحتيه كسرة حي، حي. حي حربة، حي حمل. هنلون صورة حربة. حرف الحاء عليه ضمة صوته حو، حو. حو لحم ولا حوت؟ هنلون صوت الحوت. وآخر صوت معانا حرف الحاء عليه سكون، بحبسه جوه بقي مش بعرف أطلعه. معانا صورة نحلة، حصان. هنلون صورة نحلة. معانا نشاط 4 صفحة 65، صورة بلح. أول صورة معانا صورة بلح. يلا ندور على مجال حرف الحاء. ب ل حرف الحاء مكانه فين؟ آخر الكلمة. شطورين يا كيزي. تاني صورة معانا صورة بحر. ب ر. حرف الحاء مكانه فين؟ أول الكلمة؟ آخر الكلمة؟ لا، مكانه فين؟ وسط الكلمة. وآخر صورة معانا صورة حبل. ح ب ل. مكانه فين؟ يلا نسمع تاني. ح ب ل. مكانه أول الكلمة. نشاط 5، هنعمل ايه؟ هنعمل سيركل دائرة حول حرف الحاء. حمل، ح حمل. بيها حرف الحاء؟ أيوة، نعمل سيركل على حرف الحاء. تاني صورة صورة نحلة، فيها حرف الحاء؟ شايفينه؟ نعمل عليه دائرة. طب وآخر صورة صورة رمح، رمح. فيها حاء؟ أيوة، حاء آخر الكلمة. نشاط 6، حرف الحاء آخر الكلمة. يلا بينا نعرف نكتب حرف الحاء آخر الكلمة. شرطة ونايمة فوق اللاين، بطني كبيرة تحت اللاين. يلا ننتبه تاني. شرطة نايمة فوق اللاين، بطني كبيرة تحت اللاين. آخر مرة مع بعض. شرطة نايمة فوق اللاين، بطني كبيرة تحت اللاين.
مرة شرطة مايلة فوق اللايت، شرطة نايمة على اللايت. وبكده يا كيزي عرفنا نكتب حرف الحاء آخر الكلمة، حرف الحاء أول الكلمة، ماسك إيد أصحابه. ما تنسوش بقى تفتحوا الكتاب تكتبوا حرف الحاء آخر الكلمة، حرف الحاء أول الكلمة.